هو وجه يعني دبل سيامي يعني يمين شمال مع ضحكات شريرة يعني مع شعر ملصق يعني كوبي لباس كمان نفس السياج كرسي يعني في حالة يعني تضادية عم الأصابع القدمين عم يدخلوا نوع من العراق يعني النشط يعني يكون هدول الأشخاص يعني هدول من بالضربات 16 الذهبي العنف هذا الموجود مثلا قساوة الأشياء العبثية لحد ما أو التمرد يعني باستخدام اللون الحالة يعني هاي الأسنان النابتة كمان القاسية جدا مثل أسنان الإبر يعني كل هذا يعني كناية أو توضيح لقساوة هذا الكائن يعني أو للحالة يعني يمكن نوع من اللي مسمينه جلاوزية مثلا يعني هو بوضع الحلة الموجود هو هيك مثلا هلا بمرحلة الطفولة تبعه بيقول شيء آخر يعني الكائن هو يتبدل مع مرور الزمن والحالات العمرية تبعه بس بهاي اللحظة هو ثبت بحالة المهنة أو الحالة اللحظوية تبعه ثبت بهاي الحالة يعني نوع من السخرية نوع من الشر يعني هكذا هو يعني في الأصابع هناك نابتي أكثر مثلا مع الزيادة مثلا هناك أكثر طالع مثلا الأصابع الوحدة حلو لما تخلق كائن يعني بهذه الطريقة عم يأتي يعني